كما استقبل الوزير الأول السيد يحيى الحدمي مساء اليوم بمكتبه بالوزارة الأولى في نواكشوط رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا السيد جياني انفاتيو الذي يزور بلادنا حاليا. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحادية الدولية وسبل تطويره خدمة لهذه اللعبة. جرى اللقاء بحضور وزير الشباب والرياضة السيد محمد الجبريل ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم السيد أحمد واليحيى. وبعد اللقاء أدلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتصريح أكد فيه ارتياحه لما حققته موريتانيا في مجال دعم وتطوير لعبة كرة القدم، مؤكدا على أنه عبر للوزير الأول عن إعجابه بما حققته الحكومة الموريتانية من إنجازات في مجال تطوير رياضة كرة القدم، سواء على مستوى الممارسة أو التجهيزات أو الملاعب أو القاعات الرياضية.